شهد سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام صباح اليوم بالأكاديمية الملكية للشرطة حفل تخريج الدفعة 15 من الشرطة المستجدين، والتي تضم 500 فرد وفرد تلقوا العلوم الشرطية والقانونية اللازمة في معهد تدريب الشرطة وفق خطة تعليمية وتدريبية مدروسة وفي إطار برنامج تدريبي استغرق 6 أشهر. ولدى وصول سعادة راعي الحفل كان في استقباله آمر الأكاديمية الملكية للشرطة وعدد من المدراء العامين، حيث استهل الحفل بعزف سلام اللواء، ثم قام رئيس الأمن العام بالتفتيش على الطابور. بعدها قدم الشرطة الخريجون استعراضا للمهارات العملية التي أظهرت كفاءتهم وانضباطهم وأدائهم المتميز وما يتمتعون به من جاهزية واستعداد لأداء الواجبات. وقد ألقى آمر الأكاديمية الملكية للشرطة كلمة أعرب في مستهلها عن خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، مشيدا بحرص معاليه الدؤوب على الرقي بالعملية التدريبية، وهو ما كان له أطيب الأثر في تحقيق الأكاديمية قفزة نوعية في مختلف المجالات التعليمية والتدريبية، منوها إلى متابعة سعادة رئيس الأمن العام ودعمه للأكاديمية والذي كان له دور كبير في تحقيق الإنجازات وأهمها إعداد الكوادر الأمنية المؤهلة. بعدها أدى الخريجون القسم، ثم قام رئيس الأمن العام بتكريم المتفوقين وتوزيع الشهادات. وبهذه المناسبة أشاد رئيس الأمن العام بتوجيهات معالي وزير الداخلية للارتقاء بالبرامج التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الملكية للشرطة في إطار العمل على رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الشرطية المقدمة، الأمر الذي من شأنه تقديم خدمات أمنية متقدمة تواكب المتغيرات الأمنية، منوها في الوقت ذاته بدور معهد تدريب الشرطة في الإعداد المتميز وتطوير البرامج وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً. وأوضح رئيس الأمن العام أن شرطة البحرين استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق نقلة نوعية في الأداء الأمني من خلال تطبيق القانون والتعامل الحضاري في العديد من المواقف، مشيرا إلى أنه من منطلق الدراسة المتعمقة والواعية لحجم التحديات والتهديدات الأمنية تم اعتماد استراتيجية أمنية تأخذ بكل أساليب التقدم العلمي والتكنولوجي وتوظفه في الكشف عن الجريمة ومواجهتها وحماية المجتمع منها. حضر الحفل كبار الضباط بوزارة الداخلية وأهالي الخريجين. والله شعور جدا جميل واستأنسنا وايد، وهاي اليوم احنا نطرب فارغ الصبر من 7 شهور، ولله الحمد خلصنا والتوفيق من الله، والله وفقنا وتخرجنا والحمد لله. والله شعوري ما نوصف، 7 شهور هني التعب والتدريب والحمد لله تخرجنا وشفنا لمة الأهل والناس هني، وإن شاء الله نأدي في الحكومة ونكون قادها. وايد مستانسين، يعني وايد مستانسين على التخرج، الله يعطيكم الصحة والعافية. ونشكر القيادة الرشيدة ما قصرت على تخرج عيالنا، والله الله يبارك فيهم إن شاء الله. صراحة شعور يعني ما ينوصف، مستانسين والحمد لله على كل حال، والحمد لله تخرجنا. أمنياتي والله نخدم الوطن داخل وخارج البحرين ونرفع راس المملكة إن شاء الله. والله أحب أشكر الأكاديمية الملكية للشرطة، ما قصروا معانا في كل شيء والله، ووقفوا ويانا في الحلوة والمرة، الحمد لله تخرجنا بخير والحمد لله فضل الله الحمد لله، نتمنى نرفع راس ديراتنا إن شاء الله. أشكر وزارة الداخلية وأشكر القيادة الرشيدة، وإن شاء الله نكون قد المهمة اللي أعطونا إياها بإذن الله بيض ويهر.